وجعلت دنيا العالمين شقيقة للجنة العليا بكل معاني. هذه تربية تلك لرعد معناهما في الخير والإحسان. وأبيت دين الضعف لا مستكبرا ورفعت شأن الدين بالإيمان. لولاك ما زارت لنا أسماؤه رمزا لكل حقيقة وكيان. باء تسير تنقلا وبسيريا ولا دقة تمسيد بالله. ما نقتلوت تلحي نقاب بعصيان. ما بستطيق قط المدين لساني. تؤتى بلا عجز ولا إدمان. أمناء نهجك في تعدد سعيهم ممثلة أمناء واسى العالم الجسماني. أمناء نهجك في تعدد سعيهم جرجي أمناء واسى العالم الجسماني. فكأنهم في الذكر والأدب الذي في ذكر من ملئ السماء الروحاني. وكأنهم وقت النساة لأهلهم ولقومهم بوسيفة سلطان. إلا السراسم يجعلون حقائقا للدين أو يبغون حكم الجاني. فلام يؤدون الأوامر غفلة ويرون كل الخير في العدوان. إلا رجالا يدعون تقييدا لكن بعهد النفس والشيطان. أخسوا ولكن لا لقلق طائر وأتوا ولكن لا لقلب حاني. إن الحياة تعدهم كسيادة للحمل في معنى من النقصان. فهم الأولى يتجولون بطالة ويلطخون محارم الإغوان. ويبجلون الأغنياء لغناهم ويحاربون أئمة الرضوان. هذا وإني لا أخالف عنصرا هو في الإرادة نشأة الأكوان. لا ولا التكريم كنت معارضا حتى أخوض اليوم في زاداني. لكنني لو كنت فظا جافيا آوى المكارم في سفاي جناني. ولقد ولدت وليردا بولادتي في منأجه التجاني.
ولأنني سميت من أمر بي فجس الإله فتن بي سماني ولقد ولدت وليردا ميلادتي في من أجيت جاني ولأنني سميت من أمر بي فجزا إلى وفة به سماني شرطي إلي خزانة من فضله والسلط عن كل وراء أغناني وتصوفي لمقام آل حسوسي وتلاصقي بقواعد الأركان لا خصتي عن مورديه تزودني ألا الجليلة تقتضي خسراني أسليت أسباب الحياة دراسة وبللت كل وسائل العرفان وقد انتهى كل لحل واحد من أن أطالبه بكل أمان قطبي أبا العباس يمن محمد يا أكرم الأفراد والآوان مثلي بمثلك نملة قد قاتبت نفسا لداود بخير لساني فأجب بلطفك لا بعين تاتري إن التاتر عادة سكراني فتعلقي بوداك أعجب حكمة يا حكمتي في حالتي ومكاني فلربما قد قلت في عقلي وفي روحي فكيف تجرئي بأواني هذا معي في وحشتي هذا معي في صحبتي يا زماني ما ميستي إن لم يكن في ميستي ما يستذل بوفره الحدثان والحق أنك قد أتاك مبشرا خير الورى بالختم والكتمان والحق أنك قد أتاك مبشرا خير الورى بالختم والكتمان وهما الأساس لما ترى من نعمة عمت بساط الأرض بالفيضان فامدت يدا منها إلي تفضلا واردد بها والدم بلا حسبان فامدت يدا منها إلي تفضلا واردد بها والدم بلا حسبان ما بال مثلك بالإباء وقد قضى يزهو بأدنى جودك فقلاني فالدور دورك لا تقارب سلطة والفتح فتحك كفتي ميزاني قل فتقلبا فيما تسا وتصرفا من عالم الأرواح والأبدان فتقلبا فيما تسا وتصرفا من عالم الأرواح والأبدان بل وزع عن هذه الأجور تكرما بين الرجال وأمة التجان هذا رسول الله يوم نزوله متقلبا بالحق والبرهان متبسما فرحا بصف ملائك بسطوا إليك أكفهم بتفاني يتلقنون صلاتك الأسمى التي ما بالا للجنس من قربان بجيجيني صح جيجيني صح والحور من بين النوافس في الحمى متفرجات فيك كالولدان وعليك برد قد كساك محمد في الموقف
الحرفين بي وفي الإيلان بولتك وبوجهك الصافي بوصف مبين أم الكتاب بخط النوراني يا سيدي يا سيدي يا سيدي ملني بلسانك نطقة الأجفان يا سيدي يا سيدي يا سيدي ملني بمثلك للفؤاد الأعمي يا سيدي يا سيدي يا سيدي ندعو يانجيت أمي فنجم يا سيد مام جاساك ربك وانبني الأوتاني يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا ساك ربك عنبه أو تاني دومي مقدم يعني فين صديقي دكولو يعني خلي يعني جمالوني يلنتي بدفلين لب ورسلينكو يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا ساك ربك عنبه أو تاني ثم الصلاة على النبي وآله من ربي في ربي الحنان ما قال من الاتجاه من منشدا فإليك يا أم محمد نادى الفاتحة انا عيلة تؤمن مع سعيه ان الملائكة تؤمن مع سعيه تؤمن مع سعيه تؤمن مع سعيه ان الملائكة تهمين المعصى إن المنايل تهمين المعصى والمنايل تهمين المعصى الحمد لله الحمد لله أساسيق ربا وقير الوجود لسي أعلى مولا إن المنايل تهمين المعصى تهمي من مزايا الفاوي ربا بلا خلق أصحابه ألا لا لا تتقام يا لله من آوى إن المنايا تهمي من مزايا تهمي من مزايا الفاوي بهم مات أو بي حالي أعزى تربية يا من ربي رب الحق يرضى وان إن المنايا تهمي من مزايا والمنايا تهمي من مزايا الفاوي المريدين من كأس الوصول إلى نار المرادين سيقت كان مأواه وان إن المنايا تهمي من مزايا والمنايل تهمي من مزايا الفاوي مال القلافات قد ساعت وراثته أتى وختم النيل رحمن والجوان إن المنايل تهمي من مزايا إن المنايل تهمي من مزايا الفاوي مولود من للمختار المطمئن بسيرة حاصة
أيرضى بمسألة إن المنايلة ترمي بالمزايا والمنايلة ترمي من مزايا خلفاء فلا المسيل وبحر الله ما بين ساحي ولا الجود حقا من صخايا إن المنايلة ترمي من مزايا والمنايلة ترمي من مزايا خلفاء ولا الحواجود المولى في طلب بر أو أبا درا من أعتايا إن المنايلة ترمي من مزايا والمنايلة ترمي من مزايا الأصبايا الوضن في الآفاق من أميرا لا أصباح الناس قرق في جتوى إن المنايلة ترمي من مزايا إن المنايلة ترمي من مزايا ترى من يالله كل مين والممد هو النور يخسى وان إن المنايلة ترمي من مزايا إن المنايلة ترمي من مزايا الفاو لله قد يقول مبين لنا لا يفلح المدعي حبيبي دعوة وان إن المنايلة ترمي من مزايا إن المنايلة ترمي من مزايا الفاو كل السيوطفة قول الحق من فريدا من أدرات الغيب إن رب أخلاوان إن المنايلة ترمي من مزايا والمنايلة ترمي من مزايا الفاو إن داموك يمضي في تصرفي في كل أمر بعد تباو إن المنايلة ترمي من مزايا والمنايلة ترمي من مزايا الفاو في كل قصر بل أكثر صورة أمت مزاياه بل دارت سحيا إن المنايلة ترمي من مزايا والمنايلة ترمي من مزايا الفاو أحسن الله من هل أغلق تمزاو من البرايا يبقى المدح أفواه إن المنايلة ترمي من مزايا والمنايلة ترمي من مزايا الفاو فأي من لي تلقى القلب في قلق اللومات سق في محيا إن المنايلة ترمي من مزايا والمنايلة ترمي من مزايا الفاو يا سالك رسالة تلقى من لحري صرف الدين أحبته والأخذال ملوى إن المنايلة ترمي من مزايا والمنايلة ترمي من مزايا الفاو هي الدم الأصبع لا تجل بصحابنا إن المنايلة ترمي من مزايا إن المنايلة ترمي من مزايا والمنايلة ترمي من مزايا الفاو فقل لي من فوقي يا سي سيقي متهيدا قد وصل إدراكه ما يحوي معنى إن المنايلة ترمي من مزايا هو المنايلة ترمي من مزايا الفاو معنى بارفة ليس العقل يدرك ما وراءته لو كان يهواه إن المنايلة ترمي من مزايا إن المنايلة ترمي من مزايا الفاو لا سم لا وسيمة وتكفيني طالب يا من المال في عيفي دنيا وأخرى أوان إن المنايلة ترمي من مزايا إن
المنايا تميم المزايا خلفا أكرم به كامل سخمين غيبين قملهم أيام الألامة ينتيني مخلا إن المنايا تميم المزايا أكرم به كامل سخمين غيبين قملهم أيام الألامة ينتيني مخلا إن المنايا تميم المزايا المنايل تهمي من مزايا أصلي بينك عند الباب يقرأ وليس يعلم إلا أنت من آه إن المنايل تهمي من مزايا تهمي من مزايا إن المؤلل على في الماسي كل من جاءنا خبر به وأصاو إن المنايل تهمي من مزايا تهمي من مزايا إن المؤلل على في الماسي كل من أسبايا النبي بي وأفتاو إن المنايل تهمي من مزايا والمنايل تهمي من مزايا صلى الليل ثم الصلاة تسليم الإله على قول البرية حقا ما أطاع إن المنايل تهمي من مزايا والمنايل تهمي من مزايا الفاوي وألي ولا أصحابي الفضلاء للنور والكل يخصى إن المنايل تهمي من مزايا إن المنايل تهمي من مزايا da melni gamu gi la tay cheikh da ko nangou maniko wa mom may alhadji abdou assis maniko ibn cheikh alhadji malik kharitu serigne babakar soppey domo ambal ñep xol bu yaabi wa ngalama jamgal maniko ah wa dafa am lutax mom na tuddu abdallah nga yok sama tour maniko ah inna kasratal asma'i tudullu ala sarafil musamma muni tak ñuma wa lutax ñu tuddu ma jamgal maniko ah dama gis bu nit ñi jubbo bok nday ak bay nga dal di nuyu ko xelalu goor leg nit ñi xulo rek ngay nuyu pa pa bu pa bu ja pa bu gëlem bu nit ñi are amé jam rek ngay xelé bu goor bu nit ñi xulo rek nga di magal lolo to man la jam gën mu ni tek bam yalla ah bu dé lolo dum ay jam gën ah kon ñu boole leen ak seen mam serna ma tidiane ba ci sen mam jamagal te boole le nak ki ñepp rus xam nga ko kay kala moy muhammadu mansour si doomu seydo abakar li tambale ci serigne babakar ci serigne cheikh ci serigne mustapha ba ca yalla xomako ci rusul mansour dama la ko koy baxle ah lu boole le nak ki dunda barke serigne babakar ko kay kan serigne mustapha ya tu te ken xamul soxlam ah dafa la momi tam fatiyam dala bax lu boole le nak ki nga xam dootu wax lu yalla dindi moy ki dafa la kon momi tam fatiyam dana bax ah lu boole le nak seen bay sadiq ak seen bay modou muy njaayel ak yoyel dafa la ñoom itam bu ñu ñaané mu bax de ah kon la yalla yalla defal yépp te man nak dama amal ñaari ñëbut te daal xawma luma koy def ndax dama bëggal ñu décoré serigne sadiq ndax talibé bu daanu joxam xaram doom ju fexé ba mu am am xar bi nga texé nangor
alhaji modou fall alhaji mor fall ci yembal lu khalifa am yalla nako ci set te dina ko ci set sax ah oustaz mi tam ndongo xam morom dama bëggan tay ji ñu décoré oustaz ñaar yoyu dal nek ci sama bop bi keleñ keleñ serigne sadikh mi seen bay yeen xalé yi jar ngeenum xar way taccu len way taccu len de ngi jar nañum xar xalé ngi ci seen jom lañu tabax jakk ji am na la de xalé ngi ci seen jom lañu nur nur kalen ji ci sen dom lañu tabax rawdu bi ko tabax sa mam fi ba adena ngay tabax